نستكمل إن شاء الله ونتابع باقي الأسئلة ونحلها مع بعض. طيب عندي في السؤال الثالث أو المثال الثالث بقول لي two sides of the container are filled with two different liquids. في عندي زي ما هو موضح بشكل أمامكم يعني جانبين مختلفين سائلين مختلفين طبعا. بقول لي إيش؟ Find the resultant force exerted on the gate AB and the position of the center of pressure. بده وين بده قديش resultant force وبده center of pressure. تمام باشمهندسين؟ الآن عندي أنا بقول لي إنه هذا الجيت شكلها كالتالي، شكلها هيك. تمام؟ يعني لو بدنا نقسمها عبارة تقريبا عن شكلين. شكلين. شكلها شكل مربع سكوير وشكل مثلث. طيب نيجي وزي ما هو موضح قدامكم انه هذه السبيسيفيك ويت، السبيسيفيك ويت اللي هي هذه رو في جي. الله اكبر بطل يكتب القلم. رو ضرب جي. تمام كذلك هنا رو في جي السبيسيفيك ويت بغض النظر ايش كان نوع السائلين، هذه مثلا نعتبرها شو اسمه؟ نعتبرها اثنين، وهذه نعتبرها واحد. نيجي هالجير، الآن حنيجينا. طبعا هاي زي ما هو موضح عندنا إنه هذا السائل اللي عند هنا، هاي البليت الخاصة فينا، زي ما هي موضحة عندكم. نيجي هنا. Area of gate. The area of gate. إيش حتساوي الأريا الخاصة بالجيت؟ الأريا للترنجل والأريا للسكوير. الأريا للسكوير تسعة. الأريا للترنجل إيش هذا؟ نص القاعدة في الارتفاع. الله أكبر. نستكمل مع بعضنا. هلقيت عندنا زي ما قلنا انه هذا 9 متر مربع، بينما هذه نص القاعدة في الارتفاع، يعني نص في 3 في هذا 1.5.
هذا الاريا الاريا للترينجل والاريا للسكوير او ريكتانجل نسميها ايش ما بدنا، هم مسويينها ريكتانجل ما علينا. تطلع المساحه الكليه 10.5 متر مربع، تمام، فيش اي مشكله عندي. لقيت ايش الاف واحد عندي بتساوي رو واحد في جي. طيب هذه ايش قلنا؟ سيجما، سيجما واحد، تمام، اللي هي هنا هاي المدينيات 9810، فيش مشاكل عندي. الاريا عندي، الاريا هاي جبناها هنا، فيش مشاكل برضه. عندي الواي برايم، الواي برايم واحد. طيب هلقيت انا عندي الواي برايم واحد، شو الواي برايم؟ انها تنزل من المنتصف لعند السنتر الخاص، مين بغض النظر، لعند السنتر الخاص بالشكل هذا ككل، الخاص بالجيت ككل. الجيت عبارة عن شكلين، مثلث وش اسمه مربع، تمام. هذا الواي، هذه واي واحد كمان لسه، هذه واي واحد بار. طيب واي واحد ايش اسمه، واي اثنين نفس القصة، لعند السنتر، السنتر السنتر لكل المجسم ككل، لكل الشكل ككل، سواء كان مثلث او مربع الاثنين مع بعض. فايش هذا بنسميها واي 2 بار، تمام شباب. هل لقيت الان انا بدي اجيبهم، هل لقيت عشان اجيب انا، عشان اجيب ايش اسمه، عشان اجيب هذا الاشي حاخذ مومنتم، مومنت اوف اريا اباوت اي، مومنت اوف اريا اباوت اي الاريا ككل ضرب الاتش اللي هو ارتفاع من هنا لعند السن، لعند السنتر الخاص وين ما تكون، تكون السنتر للشكل ككل، تمام. انا هلقيت تمام، فيش اشكاليه عندي. طيب انا عارف انه الاريا، الاريا للمربع الاس ضرب الاتش للاس السكوير عندي زائد الاريا للتي للترانجل ضرب الاتش للترانجل، تمام. نيجي الاي اس 9، فيش مشاكل، هذا 10.5 قلنا اتفقنا ان الاريا الكليه للشكلين مع بعض. طيب الاتش مش معلوم للشكلين لسه، بعرفش انا بالنسبه لاي قديش قديش بعيد عن اي، بعرفش، تمام. نيجي ل 9 في اتش اس، انا بعرف انه المربع السنتر تبعه، السنتر في السنتر في جرافيتي، عشان امسكه واثبته حمسكه من النص، يعني من هنا، يعني اكم من هنا لهنا 1.5، يعني ايش من هنا لهنا حتى بالنسبة له من A إلى هنا، هذه النقطة عندها A، مش هذه النقطة هي اللي عندها بوابة A، تمام، فيش إشكالية 1.5، فيش مشاكل عندي. A ترينجل جبناها قبل شوية، يا رب نكون وين راحت، هيا 3×2 1.5، 1.5. ال H ترينجل ايش حتساوي؟ قلنا انه ناخد ثلث من القاعدة، بعيد عن القاعدة، فهناخد ايش حتطلع هذه؟ 3 قديش بعيد عن ايه؟ احنا بناخد قاعدين قديش بعيد عن ايه؟ مومنت، مومنت اوف اريا، يعني المومنت الخاصة بالاريا قديش، يعني ماخدين احنا سميشن مومنت بس لمين؟ للاريا مش لفورس او لشيء، سميشن مومنت اريا اي ار مثلا سموها بتساوي صفر حوالين مين؟ about A. احنا عارفين المومنت حسب مومنت اوف فورس، فورس ضرب دي او المسافة ما بينهم، وهذا كذلك المومنت البير اريا، الاريا ضرب الاتش ما بين السنتر وما بين النقطة اللي انا اخذها او اللي بدي اخذها لايدو، تمام. هلقيت الاتش 3 زائد ثلث الواحد اللي هي عند هنا لازم تكون هذه، هذه اكم مسافة، ثلث ضرب واحد يعني ثلث زائد ثلث تطلع 10×3، 10×3 متر،
تمام، هيك بجيب انا كل اشي بكون عندي معلوم ما عدا الشكل ككل. لقيت ايش من خلال هذه، وين راحت هاي، تمام، طلعنا انه الاتش للشكل ككل 1.76. طبعا بتجربوا تحسبوها في الضوء في على ورقه او على خارجي، تمام. لقيت انا عارف صرت انه الشكل ككل الاتش تبعته او السنتر للشكل ككل بعيد عن ايه الاتش هذا اللي هي 1.72، وهي السنتر ككل ب 0.76 عفوا. طيب تمام، نيجي نجيب واي واحد بار، واي واحد بار 100% 3 + 2 = 5 زائد الاتش اللي هي 1.376، اذا 5 زائد الاتش اللي انا طلعته. في مشاكل؟ فيش مشاكل لحتى الان، اللي هي 1.76 بيطلع معي 10.76 المفترض، يعني عفوا 6.76 متر. طيب واي بار 2 مش في بيختلف عن بعض، هذه واي بار 2 هنجي 2 متر بس عندي زائد الاتش، 2 متر زائد الاتش، الاتش كم؟ 1.76 بيطلع 3.76، فيش مشاكل عندي، جبنا واي بار 2 واي بار 1 ما في مشاكل عندي حاليا. ايش عاد الاف واحد شو بتساوي؟ رو جي في اريا في واي بار، تمام. الواي بار 1 جبناها فيش مشاكل عندي، وقلنا انه هذه السيجما بتساوي، والاريا هيها ككل هي موجودة عندي فيش مشاكل، كل شيء تمام. ايش حاجة اسوي الجيت، واخذنا جبنا طبعا هينا الاتش ما فيش اي مشاكل، واي بار والاف واحد. طيب والواي بار 2 جبناها ما في مشاكل، وهي السيجما سبيسيفيك شو اسمه سبيسيفيك ويت ل 2 للسعر الثاني، تمام، فيش لحتى الان اي مشاكل من مره. هاي جبنا اف 2 وجبنا هنا، وين راحت اف 1 وجبنا هنا اف 1، تمام شباب. لقيت انا عندي ايش؟ عندي خيارين، انا مثلا بدي احط القوه هذه هنا اف ار، سميشن فورس، تمام، عندي اف 1 وعندي اف 2 خلاص، سميشن فورس في الاكس اف ا، وقلت انه سميشن فورس في الاكس مثلا بتساوي صفر، وقلنا طبعا الستيكه لقيت ما في مشاكل، قلنا انه باتجاه هيك هو الموجب، اف ار زائد اف 1 بتساوي اف 2، طلعت عندي موجبة خلاص. إذا القيمة هي تبعتي هذه، والاتجاه نفس ما أنا فرضت فيش مشكلة، عفوا ناقص هنا ناقص 2 وتساوي 0، لما تنقلها على الشقة الثانية طبعا تنقل التنتين على الشقة الثانية بتصير اف 2 ناقص اف 1، طلعت معايا القيمة سالبة، تمام. القيمة هي نفسها القيمة، يعني مثلا طلع معايا 500 كيلو نيوتن مثلا، الجواب سالب 500 كيلو نيوتن، ال 500 كيلو نيوتن تمام بتمثل القيمه اللي طلعت معي، بس لكن اشاره السالبه دليل على اني ايش؟ انا فرض الاتجاه خطا، فحيكون الاتجاه هيك، تمام؟ هو عاد مريحني يعني من الاول، انه فقال لك انه ايش سميشن اف اكس بتساوي صفر انها بالاتجاه هذا، هي اف ار بالاتجاه هذا. بس عادي ما تتبلبش، اذا طلع معك سالب فيش اشكاليه، اذا تمام القيمه تبعتك صحيحه كقيمه، لكن الاتجاه اللي انت كنت فارضه خاطئ، وطبعا امشوا ستيب باي ستيب عشان تصل لنتائج مرضيه لكم لا، واحنا نعرف نصلح، تمام. هاي فيش اشكاليات هنا واحنا ماشيين تمام تمام. طيب لقيت انا بدي الدي 100%، الدي ايش الدي بتساوي؟ واي بار زائد اي اكس اكس في ساين، لو انه في وسع بس اي هنا خلاص، خلينا بدل هذا اي اكس اكس ساين ثيتا على اريا في ايش؟
وين الملاحظة؟ لقيت نشوفكم إياه. area في واي بار، في واي بار تمام، فيش إشكالية. الواي بار عديش عندك دي واحد ودي اثنين، حسب واي بار واحد واي بار واي بار اثنين. بس ايش في عندي مشكلة في اي اكس اكس، انا كيف اجيبها؟ انا عارف تمام، انا عارف انه اي اكس اكس لمثلث او لمربع 100% بعرفها تمام، لكن هذه في عندي ايش ثاني؟ انا بعرف انه هذه النقطة تبعتها هنا، النقطة الخاصة بالسنتر تبع المربع هنا، والسنتر تاع المثلث هنا، لكن في بعد عن هنا وهنا، في بعد عن السنتر تاع الشكل الرئيسي ليلو، فحستخدم ايش؟ البارالل ثيوري، وهنا في بعد، فايش حيكون القانون الخاص بالاي اكس اكس هنا؟ حيكون هو نفس هذا، انه هو الاي لا سكوير زائد الاريا لا سكوير ضرب الدي. الدي ايش هي بتمثل لي؟ اللي هي الفرق ما بين السنتر تاع السكوير والسنتر تاع الشكل ككل. طبعا حرفق لكم ان شاء الله فيديوهين، واحد بوضح المومنت اوف انيرشيا كيف تجيبها لعده اشكال متشابكه وما الى ذلك، وواحد بوضح لكم المومنت اوف اريا كيف تجيبها برضه لكذا شكل، يعني لحرف تي لايش ما يكون الشكل عندك، فيش اشكاليه. حرفق لكم ان شاء الله الفيديوهين. وايش؟ الاي الخاص بالترانجل زائد الاريا ترانجل ضرب الدي تربيع. الدي تربيع اللي هي بتمثل لي هذه الفرق ما بين السنتر تبع الترينجل الرئيسي والسنتر الشكل ككل. تمام، فيش اشكاليه، حجيبه عن طريق القوانين بشكل مباشر. هيك ايش انا بقدر اجيبه؟ بقدر اجيب الاي اكس اكس الفعاله او الافكتيف تبعتي، مش الاي اكس الريكتانجولر بس وما الى ذلك. تمام، او يعني نسترجع، اول شيء حسبنا وين السنتر كشكل ككل، ثاني شيء حسبنا الاي للشكل ككل، فيش اشكالية، وطبقنا طبعا القوانين وجبنا الواي بار تمام سواء واحد او اثنين فيش اشكالية، وجبنا الاريا ككل فيش اشكالية تمام. هاي بشكل عام هاي قاعدين كيف جرينا في المسألة تمام. ايش كمان عندنا؟ وجبنا الاف واحد والاف اثنين فيش اشكاليات فيهم. قلنا انه الدي واحد بدنا نجيبها عن طريق انه لازم نجيب الاي خاصه بالشكل ككل. الدي واحد والدي اثنين عن طريق القانون مباشره، بس اللهم في اذا كانت مثلا دي اثنين هذه حتكون واي بار اثنين، هذه واي بار اثنين، فيش اي مشكله. طبعا الاريا للشكل ككل بتاخدوها، مش انه هذا، مش انه لا خاصه بالريكتانجل خاصه بالترينجل خاصه بالترينجل، لا للكل للشكل ككل الاريا. يعني هي 10.5 10.5، فهي عندنا طلعت 6.9 هذه الخاصه بالشكل، وهي عندي ايش اسمها 4.042 متر بالنسبه لهذا. هل كيف بقول لي تو فايند سنتر اوف بريشر؟ عشان اوجد انا السنتر في بريشر الخاصة في الموضوع ككل، ايش حيصير عندي؟ او كيف حجيب انا؟ حناخد مومنت حوالين ايش؟ الهنج. وين الهنج الخاصة فيا؟ وين كل هنج؟ تمام؟ عند ايه وين حدد لي الهنج؟ get exerted position عند ايه؟ فرض انه البوابة يعني تنفتح من اسفل تمام؟ تنفتح من اسفل، عند ايه حتكون الهنج؟ نيجي نرسمها بشكل زي الخلق عشان هنا عشان نشتغل عليها هنا. هاي ايه؟ هاي عنده ار اكس، ار واي. بغض النظر احنا اتفقنا انه اذا طلع معاه سالب بكون بس الاتجاه عند الغلط، اما القيمه تبعته صحيحه، بس طبعا تكون حلين صح، مش انه القيمه تبعته صحيحه لا، خير لازم نكون حلين صح وماشيين بالخطوات السليمه تمام. لقيت ايش في عندي كمان؟ انا مش عارف وين ايش، وين اتفقنا انه الار اكم، اتفقنا انه الفورس ار هنا. بس انا مش عارف وين،
في عندي هنا الاف 2 والاف 1. اف ايش عندي قلنا هنا هتكون ايش اتفقنا؟ اتفقنا ان اف 2 اف 2 اف 2 وهنا مثلا اف 1 اف 1 ما في عندي اي مشكلة. لقيت ايش بدنا؟ بدنا النقطة من ايه، يعني قديش ابعاد عن ايه. لقيت احنا جبنا قبل شوية شو سوينا؟ وين يا رب تكون موجودة دي؟ دي واحد هذه مثلا السطح كان، وكان عند السطح هنا دي واحد كانت من ايه وين لوين، ودي اثنين كانت من وين لوين. هات نشوف على الرسمة الأصلية. يا وردي هذا مش رسمة، بطلت رسمة، ثواني نظبط الوضع هنا. يا وردي ايش هذا خرابيس. سمعونا كل هذا خرابيش خير الله، هذا مش رسمه. الحمد لله هيك اهون شويه يعني، او ارتب لحد ما. نيجي نكمل. تعال بنسى، تعال لقيت ايش عندي انا؟ قلنا انه الاف واحد هنا، الاف ريزلت هنا، بس انا مش عارف قديش بعيد عن ايه. والاف اثنين هنا، اف اثنين اف واحد، وجبنا انه الدي الخاصة فيها من هنا لهنا، هذه الدي دي واحد، وهذه الدي الخاصة فيها هذه دي اثنين. طيب لو انا دي اثنين نقصت منها الاثنين هذه، يعني نقصنا منها هذه، ايش حيروح؟ حيروح هذه مع المسافة اللي على جنبها، ايش حيتم؟ هذه المسافة. تمام شباب؟ حيتم لي هذه المسافة. طيب لو قلت أنا، لو قلت أنا الدي هذه نقص لي منها هذه المسافة، كل هذه المسافة، وهذا يعني حنقص منها هذه المسافة، حتروح هذه 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 كلها، ايش حيتم لي؟ هذه المسافة. يعني دي لو قلت دي ناقص خمسة بيطلع لي هذا الجواب. لو دي ناقص خمسة اللي هو هذه، حيطلع لي اللي هو هذا الجواب، مثلا نسميها اتش ستار، وهنا نسميها اتش ستار دبل ستار، اتش واحد ستار اتش اثنين ستار. تمام. دير بالكم هذا الاتش مش اي، مش انه اتش بعيد عن ايه، هذا عشان كنت ايش بحسب للسنترويد وين للشكل ككل، مش كانه بعيد عن ايه وكم هذا. اما بعد ما وضحت الامور واستتبت الامور، لا بعتمد على الدي، مش بعتمد على الاتش اللي هنا. بس حكم حدا هذا بس عشان احسب السنترويد للشكل، مومنت اوف اريا اباوت ايه، وللشكل مش للفورس وين، هذه للفورس، هذه للشكل كانت. مش يقول لك لا طب انا هنا حسبتها واحد ونص طلعت كيف، ما هنا مش واحد ونص، لا انت تحسبها للشكل، للشكل المستطيل، لشكل المثلث. بينما هنا الدي هذه بتمثل لي بعد الفورس عن السطح، بعد الفورس كذا عن السطح كذا، هكذا. تمام شباب؟ انتبهوا لهذه النقطة، مش واحد يخربطها في الامتحان نلاقي حاطط له الاتش تبعت الشكل هي الاتش البعيدة برضه عن الفورس. هنجلط. ما علينا، نيجي نكمل. جبنا الدي، وين راحنا الدي؟ هاي الستة ناقص الخمسة والأربعة ناقص الاثنين، 100%. جبنا كل واحدة كم تبعد عن الثانية، بهيك بكون باخذ المومنت اباوت هنا، اباوت ايه يعني قصدي، أو اباوت الهنج. فبيطلع معايا المعادلة كالتالي. طبعا انتوا بتختاروا لانه حسب مع عقارب الساعة ولا ضد عقارب الساعة وبتعملوها. هات اعمل لكم اياها على السريع، مثلا سميشن مومنت مثلا هيك، هذا الشكل بدي اياه موجب. تمام هذا بدي اياه الموجب انا. نيجي
اف واحد تمام، اف واحد بدور بدور عكس عقارب الساعه. انا قلت انه مع عقارب الساعه موجب اف واحد ضرب الاتش ستار واحد، اتش ستار واحد. دير بالكم هذا السؤال يا ريت انتم تحلوه كمان مره. هذول ايش هذا؟ صبر، ايش هذا اف واحد؟ عفوا هذا سالب يا شباب، سالب عكس عقارب الساعه لاني مشيت. ماشي، سالب زائد اف ار، اف ار مع عقارب الساعه مو فيش مشاكل فيها، ضرب الاتش تاعتها اتش ستار من دون ولا شيء خليها، زائد اف اثنين، اف اثنين ضرب اتش ستار اثنين، اتش ستار اثنين تو جبناه، اتش ستار اثنين 100% ذهب القي، وبتساوي صفر طبعا عشان نحاول حاضر. فبالتالي بنجيب بعد الريزلتنت فورس على عن نقطة ايه، وبهيك بنكون خلصنا المطلوب. نيجي للسؤال الرابع أو المثال الرابع عفوا، المثال الرابع شو بقول لي عندي؟ Calculate the minimum force if to keep the cover AB close، عشان تخلي دائما AB close. ملاحظة بقول لك إنه rectangular أو 100% uniform والوايد مديني او ذهب، هذه يونيفورم فيش مشاكل. طيب هل قلت ايش احنا بدنا ايش ايش نسوي؟ بدام يونيفورم هذه وامورها طيبه 100% وديني الودف كمان مريحني، فايش حيكون عندي؟ هل قلت ايش حيكون عندي؟ بقدر استخدم ايش الشير ده قال شير دايجرام، بريشر دايجرام، بريشر البريشر دايجرام نستخدمه مع بعض. ما علينا من الكلمة طويلة يا حنجيبها، ما علينا، حنجيب المومنت، حنجيب البريشر عند A والبريشر عند B. طيب نيجي للبريشر عند A، كيف كنا نجيبه؟ شابتر 2 من هنا لهنا زائد رو جي في اتش اللي هو 1.85 9.8، والسائل هنا الهي سبيسيفيك جرافيت تبعه يعني 1600، فيش مشاكل. بعدين ايش هذا الليكويد؟ شكله اويل 825، بطلع لفوق ناقص رو 525 ضرب جي ضرب اتش، الاتش بوينت ست بوينت تمانية ستة، بوينت تمانية ستة فيش مشاكل لحتى الان عندي، والجي تسعة بوينت واحد تمانية بيساوي لي ايش؟ بي اي، بي اي تطلع عند البي اي. طيب بدي اجيب انا البي بي، بتساوي البي اي ناقص لسه تطلع لفوق، حتطلع لفوق كم؟ 1.04 ناقص رو جي اتش، هذه 1.04 زي ما هي موضح عندكم في الرسمة عشان عند البي انا قاعد بجيب. وايش كمان؟ نفس السائل، نفس السائل اللي هو 825 والجي 9.18. طبعا هي طلع عندكم زي ما موضح قدامكم، هي كذلك هذه فيش اي مشكلة. نيجي عندي هلقيت هذه مايل، هات مش مشكلة مخرب شنو، هذه اريا وهذه اريا. طيب هلقيت ايش حيكون عندي؟ عند بي عفوا عند ايه ولا بي هذه عند ايه عند ايه حيكون عند البي اي رو في جي في اتش، وعند ايش؟ عند بي حيكون عند البي بي. تمام شباب،
وهذه هي المعرفة. حاجة أخذ أقسمها لنصين، يا زي ما قلت لكم في الإكزام الأول أو في هذا، بتعملوه في شبه المنحرف، تعملوا له مومنت اوف اريا ومومنت اوف انيرشيا، بتجيبوهم مع بعض وبصير عندكم قاعده، يعني قاعده تمشوا عليها انتو. بس طبعا بدي اشوف انا الاثبات، اذا بتقدروا حد يبعت لي الاثبات ويعملها له بونص منه ان شاء الله تعالى، في كويز او في امتحان النصف يعني بالرعي ان شاء الله تعالى. تمام، هلقيت ايش في عندي انا؟ في حيكون عندي ايش؟ فورس هنا، عفوا فورس هنا حتكون لانه من قاعده المثلث لازم تلت اف واحد، وفورس هنا اللي هو المستطيل في النص مفيش مشاكل، اف اثنين او هاي اف واحد واف اثنين. تمام شباب، هلقيت نيجي لاف واحد، اف واحد نجيب الاريا تبعت مين؟ ريكتانجل ضرب الويدث مفيش مشاكل عندي. هاي الاريا اللي هو هذا، سامحونا على العوجات، هذا بطل مستطيل ضرب هذا كم ال ال هذه كيف بدنا نجيبها؟ فيثاغورس 1.04 تربيع زائد 0.6 تربيع بيطلع معايا كم؟ طلع معايا 1.2 متر. تمام، في 1.2 متر ضرب 1.5 فبيطلع عندي الاف 1. طيب الاف 2 الريكتانجولر طبعا هذه كلها عندي، وهذه عندي لعند هنا، فلو طرحت هذه اللي فوق من اللي هنا حيتم عندي هذه النقطة، حيتم هذه الشيء اللي هي القاعدة تاعت المثلث، فحقول النص القاعدة في الارتفاع 1.2 فيش مشكلة ضرب الوقت بيطلع معايا الجواب، فيش أي مشكلة. هلقيت ايش في عندي هنا؟ هناخد سميشن مومنت حوالين مين؟ حوالين الهنج هنا. تمام، هناخد سميشن مومنت حوالين الهنج، يعني بدي المسافة من هنا لهنا، وهذا مبين المسافة يعني بقدر اخدها. فيش اشكالية لانه هذه تلت عن القاعدة، يعني على 3 هذه هيك بشكل مايل على 2، يعني في شيء هذا مشكلة، وهذه بعيدة عن هنا 2 على 3 فيش عندها أي مشكلة، يعني من هنا لعند البي. تمام، فيش مشاكل. هاخد حوالي الهنج بتساوي 0، هاخد للفورس، هاخد للفورس الأولى والفورس التالية، وبطلع معايا الفورس ريزلتنت. تمام شباب، هنا زي ملاحظة بسيطة بتشوفوها في البيت. طيب نيجي للسؤال الخامس، السؤال الخامس ايش بقول عندي؟ بقول لك عندي بريشرايز 90 سنتيمتر زئبق اند 35 كيلو باسكال اير بريشر. هاي في عندي هنا 35 كيلو باسكال بريشر. طيب ماشي، ايش حيأثر علي؟ ديترمين ذا ريزلتنت هيدروستاتيك فورس بير ميتر ويد، يعني ايش بده الفورس؟ كنت ايش انا اضرب في ويد، خلص بدل ما اضرب في ويد اطيره الويد اخليه هنا على الويد، فبيطلع لي فورس بير ويد او بير عفوا فورس بير ميتر نيوتن بير متر. تمام، هنيجي هنا هنحسب طبعا الضغط اللي هو ما بين هذه وهذه، وننزل هنحسبه عند ايه زي قصه شابتر 2، وهنحسبه عند بي في الشيء هذا مشكله. هاي حسبناه عند ايه؟ حسبناه عند ايه؟ عند بي عفوا 100%. حاجه أنا بعرف الضغط اللي هنا 35000 بالكيلو، 35 كيلو بحط ال 1000 بصير 35000. هاي البرشر عند A وهاي البرشر عند B، حقسم هذا الشكل لكذا شكل، لشكلين، حيكون في عندي F2 و F1
وعشان هذه في 35 في ضغط حيضغط من الهواء جاي علي هنا، لانه هي بقول لك في هواء مضغوط عندي 35 كيلو، 35 كيلو باسكال. فايش؟ حسب انت براحتك وين بدك تحط الريزلت فورس، انت حر وين ما تحطها تحطها، فيش اي مشكله عندك. ايش بس المغزى؟ انه وانت بتعمل سميشن فورس انتبه للاشاره وين انت ماخذ الموجب والسالب، وعادي امشي عادي. طلعت معك سالب اتجاهك بس الغلط، بينما حلك صح اذا كانوا طبعا الاف واحد والاف اثنين والاف ثلاثه جبتهم بشكل سليم. اتجاهك خطا او اتجاهك عفوا طلعت معك موجب اذا الاتجاه اللي انت فرضته 100% وفيش عليك اي بلبشه. نيجي نكمل. عندك اف واحد، سيبك طبعا هل لقيت ايش هنا ممكن تفرض الويدث واحد، بس من دون ما تفرض لانه بدا انت يعني مش محتاج انك تفرض هنا، سيبكم من هذا الواحد، هذا الواحد يعني ما تعتبرهاش انه موجود. تمام شباب؟ لانه اصلا انا حقسم على ويدث بدي اياها بير متر، فكيف جايب لي نيوتن وكيف ضربها في واحد وكتب لي نيوتن بير متر؟ مش قصة هو بكون معيد يعني تبلبش شويه وتخربط هنا شويه، ما هي مش قصه شباب. ماشي؟ عشان نجيبها بين نيوتن بير متر. نيجي لهنا نشوف اف واحد مستطيل مساحه المستطيل ضرب الارتفاع، طبعا ما نضربش في الويدث لانها بير متر، ففرضت انه قسمت على الويدث وخلصتها عشان اجيبها بير متر، فيش عندي اي مشكله. 16 اللي هو طلعت معايا البي اي هيها ضرب الاربعه خلصت 100%. هذا ريكتانجولا بدي اجيب هذه المسافه، بطرح الكبيره من الصغيره بطلع لي هذه المسافه الصغيره التامه، نص القاعده في الارتفاع 3. بلاحظوا شباب انه هذه لازم تكون 3، هذه 3 مش 4 تمام، لانه هي تمام. هل قلت ايش في كمان عندي؟ الاف 3. طب الاف 3 من الجهه الثانيه ما لهاش الا علاقه في الاي ولا الا علاقه في البي اللي هنا، إلا علاقة في 35000 كيلو، ال 35 كيلو بس كام؟ فايش حتكون؟ مساحة المستطيل اللي على الجهة الثانية، 35 ضرب 3. تمام شباب؟ بيطلع معايا اف 3 هيك. طبعاً سميشن حسب أنت بدك تفرضها، يعني الفورس ريزلت وين ما بدك تفرضها أنت حر. فورس ريزلت هنا، الفورس ريزلت وين ما بدك، سميشن فورس في الإكس حتساوي صفر. بتشوف وبتخبط في بعض وبتنقل على الشركة الثانية. بيطلع عندك الجواب في النهاية كيلو وهو المطلوب. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده حلو مهم. بقول لك ايش؟ اوايد جيت اوايد بقول لك 1.2 متر وايد جيت الويد تبعها اوف نجليجبل وير. بقول لك هذا نجليجبل، اعمل الوزن تبعها نجليجبل بالنسبة للجيت. فيجر 5 واتس اباوت ذا فريكشن ليس هنج. وهنج او في عندي هنج او هنا. طيب جيت از هيلد ان بوزيشن شون باي 1000 كيلوغرام كاونتر ماس، في كاونتر ماس عندي هنا 1000 كيلوغرام هيا هضربها في 9.81 بيطلع معايا 9.810 نيوتن. هاي الوزن الخاص فيها. ديترمين ذا ووتر ديبث اتش، جيب لي الاتش. شايفين لفه طويله عريضه، شو حنسوي؟ حنجيب عادي، فيش مشاكل عندي. هلقيت انا حرسم الشكل عادي يعني، فيش شيء اخسر زي ما بقولوا. حجيب الاف ار بالنسبه لهذه، طبعا ايش قلنا هنا؟ دائما بكون كيف تاثير الضغط على جيت او على جوا مائع زي هيك. فيش عندي صفر اتموسفير، وهذا دلالة على انه بي اتموسفير بتساوي صفر. ما علينا، صفر هنا وهنا رو جي في اتش. طبعا الاتش مجهولة 9.8 في 1000 100%، فيش مشاكل عندي. وهي الفورس تبعتي اف ار، هذه الاف ار تبعتي. طيب هل لقيت الاف ار ايش بتساوي؟ المساحه ضرب ايش؟ ضرب مساحه الشكل ضرب الويدث. هل لقيت مساحه هذا الشكل ككل؟ ايش عند المساحه تساوي؟ نص القاعده في الارتفاع. القاعده انت وجبناها اللي هو البرشر، نص
ضرب البريشر عند هذه رو جي في اتش نص القاعدة في الارتفاع، في الارتفاع اتش كله فيش مشاكل لحتى الآن عندي، ضرب الويد 1.2 طلعت معايا هذا الاف ار. طيب هلقيت ايش عشان اجيب انا عشان اجيب عنده عند عشان اجيب الاتش سميشن فورس مش حيزبط لانه هذه ايش في الاكس وهذا بالواي فيش، وحتخوزك انه ايش في عندي ار واي وار اكس فلا مش حتزبط معي. ايش حسوي هنا؟ باخذ مومنت عند او، طبعا الار واي والار اكس بيطيروا لانه على نفس النقطه ففيش مشاكل، بس لكن هذه حتكون بعيده عن كم؟ بعيده عن القاعده المثلث اتش على 3. حاخذ المومنت عندها الاف ار في اتش على 3 اللي هي البعد عن الاو نقطه او ناقص حسب انت سميشن مومنت اباوت كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز انت بتشوف كيف تمام، بتساوي هذه ام في جي ضرب المسافه ما بينهم، هاي المسافه الفورس في جي الويت اللي هو الوزن في جي، هاي الوزن ضرب الواحد متر اللي ما بين هذه وهذه تطلع معانا الاتش 1.71 وهو المطلوب. تمام باشمهندسين ان شاء الله بكون هذا السؤال واضح بالنسبه لكم. كذلك نيجي للسؤال الأخير، طيب the gate figure below 1.5 متر wide is hinged at point B. تمام فيش مشاكل عندي. rests against a smooth wall at point A. smooth قال هنا smooth wall فبس بيأثر عليه قوة زي هيك، لأنه إيش الجدار هذا مانع الاي تروح على الشقة هذه، مانع الاي تروح على الشقة هذه، أو مانع البار هذا أو إيش ما يكون يكون الجيت هذه تروح على الشقة هذه، فإذا إيش حيكون رياكشن العكس بي اي بنسميها مثلا. تمام فيش مشاكل عندي. وهذا طبعا ار اكس و ار واي فيش مشاكل عندي. وطبعا زي ما احنا عارفين حجيب ايش؟ حجيب البريشر عند هنا والبريشر عند هنا. طبعا البريشر عند هذا البريشر عندي اقل من البريشر عند بي، فايش حيكون عندي؟ زي هيك. تمام شباب. طبعا قصة انك تجيب البرشر حاليا سهلة، اخذناها شابتر 2 لما زقنا واخذت كويزات لما قلت بس عليها، او يعني الكويز والاسئلة حلتوهم لما الواجب خصوصا لما قلت بس. فحاخد هذه حجيب البي البرشر عند بي والبرشر عند ايه عفوا عند ايه. بعد نجيب هاي جبت البرشر، جبت البرشر عند بي، بعدين ايش جبت عشان اريح حالي جبت ال هنا لاني بدي اعرف انا الفورس وين، لان حقسمها لشكلين لقيت مثلث بعيد عن القاعده ار بعيد عن القاعده مثلا هذه ال على 3 ومستطيل هنا بعيد عن القاعده كم ال على 2 بصير زي الاسئله السابقه تمشي بالخطوات بالتالي ايش بتجيب الاف ار فيش مشاكل لحتى الان 100%. هلقيت انا عندي الاف ار جبناه. تمام شباب جبنا الاف ار اكم. طيب بقول لي هنا برضو ايش بقول لك هنا وين وين جيب للبي وجيب جيب للرياكشن على الهنج. طيب هذول اللي جداد في الموضوع. هلقيت انا عشان اجيب البي لو بدي سميشن اف اكس مصيبة، بدي قصة الاف ار وين هي وابصر ايش، او اف واحد موجودة او اف اثنين موجودة لكن بي مش موجودة وار واي مش موجودة وار اكس مش موجودة ما الى ذلك. لا 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 سيبنا من اللخمة نروح، لا نروح ايش نجيب؟ نجيب قصة ايش؟ نجيب مومنت هنا
بنضيع هذول القوتين، ايش بتم عندي؟ هذه معلومة وهذه معلومة، بس هذا مش معلومة. والزاوية بقدر اجيبها عن طريق كيف؟ عن طريق فيثاغورس، او عن طريق هي زي ما هي عندكم 1.8 2.4، وهي الثيتا ساين، الساين بيساوي المقابل على الوتر، والكوزاين بيساوي المقابل على المجاور على الوتر عفوا. تمام، فبالتالي ايش حيكون عندي هالجيت؟ حيكون عندي وين راحت؟ ايوه تمام تمام لا مش اللينج، summation moment about B خلصنا B، هيها حيطلع عندي هذه B. بعدين summation of X و summation of Y، فبالتالي بتجيب BX و BY، والأصل بعد ما تجيب BX و BY تجيب force at B اللي هي بتساوي BX تربيع زائد BY تربيع هيك، وثيتا بتساوي تان انفرس عشان تعرفوا القوة تاعتها بي واي زي ما كنا نعمل في الاستاتيكا يعني على بي اكس، بيطلع معاك زاوية معينة طبعا بتجيبوها انتم. تمام، بهيك بنكون انهينا الجزء الاول من الشابتر. ان شاء الله في القادم هندخل على البوينتس اند ستابيليتي ان شاء الله تعالى. الله يديكم العافية، شكرا لكم، ما تنسوا الملاحظة قلنا عنها او انكم تجيبوا المومنت اوف انيرشيا وين السنترويد الخاص لما يكون لشبه منحرف، يعني مثلث، لما بدل ما انتوا تقعدوا تقسموا هذا المثلث، بدل ما انتوا تقولوا انه اللي بنقسمه لمثلث ولا مستطيل، لا انا عارف انا عملت يعني عملت مثلا عملته مثلا حددت وين السنترويد اكم بعيد، مثلا 4 جذر 2 على 3 ال، حددت وين من القاعده او من فوق او من تحت حسب انت حددت يعني قاعده معينه عملتها. طبعا تمشي على مومنت اوف انيرشيا ومومنت اوف ايريا بتجيبهم طبعا، وعارف كم المومنت اوف انيرشيا لشبه منحرف. تمام، بتجيب شبه لشبه المنحرف يعني بتجيبها مره للمستطيل ومره لهذا، وبتجيبها بالنسبه للامور كلها، بتجيبها بالنسبه للسنترويد وما الى ذلك، زي ما علمناك، زي ما اخذته في الاستاتيكا، وزي ما علمتكم في السؤال، في سؤال مر علينا قبل شويه. لا اله الا الله، وين راح؟ الله اكبر. هيو هذا السؤال، هذا السؤال يا شباب اظن هو ولا مش هو، هو هذا السؤال زي ما اخذته في هذا السؤال. تمام، عادي بتجيبوها هيك بتريحوا حالكم، بتصير ايش بدل ما انه وين رحنا، هات اي سؤال. بتصير تريحوا حالكم بقى زي هيك مثلا، هاي شبه منحرف، خلص بتصير تحط فورس واحدة اللي هي فورس ار، وانت عارف اكم بعيدة من هنا واكم بعيدة من هنا. غالبا لو هذا الاثبات توفر معاكم او قدرتوا يعني تبروه، بتحلوا مشكله كبيره بدل ما تفرضوا تو فورسز وكيف من وين لوين وهيك امور، يعني من باب التسهيل عليكم، لكن هو اكيد حتمشي في الامتحان على زي ما هو موضح قدامكم ومحلول قدامكم، وان شاء الله بالتوفيق لنا ولكم. الله يديكم العافيه، شكرا لكم.